بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتنا لكم خوتنا، مرحبا بكم في كلينيك ميكانيك. معكم طبيب سيارة كريم. اليوم جانا اخونا هذا جابونا ديباناج، يعني نتأسف على الشيء اللي صرالو. ان شاء الله تشاركوا الفيديو معنا باش يعرفوا الناس واللي تما لا كاليتي تاع لا بياس. توجور انا نحكيو عليها لا كاليتي تاع لا بياس، وما نحبوش نجرحوا في كاش ماركة ولا يعني. بصح الانسان كي يشري لا بياس يعرف يشري منين يشري، ويشري حاجه في دوريجين باسكو تقدر دير لك كارثه. هذا خونا جابو دي باناج دوكا، ديجا راه لي فري كاع عليه، يقدر يحكي لنا وصرالو. تفضل. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير خوتي. واش غنقول لكم، انا كنت جاي من الجي، حتى ركدت لي طوموبيل ولا ديراتي، هاو جابني دي باناج لهنا عند طبيب سيارات. انا فيري فينا لقينا مشكل تاع لي بوجي تاع عيانين كامل، غير كيما بدلتهم. عندي واحد الشهر ملي بدلتهم، هام لي بوجي، هام شوفوا خوتي كيفاش رانهم، جابوا الريسون تاعهم، جابوا الريسون تاعهم. لا كاليتي هذه عيانه، كاليتي عيانه، يعني الواحد يتاكد كي يشري حاجه يشري حاجه مليحه. ما عندهمش بزاف، غير شهر برك ملي بدلتهم، اللي كانت كانوا بها سبع سنين، عندهم سبع سنين تاع واحد دوريجين. الانسان يشري حاجه دوريجين، هاو مسكين راه ديجا راه في مشكل. انا شحال الساعه، قريب العشرة تاع الليل، يعني ان شاء الله ما يصرى والو داخل سو بابا، باسكو لا بوجي لا تيت تاعها تقدر تهلكنا لا سو با. تحياتنا لك خوتنا، بارطاجيو الفيديو هذا، والسلام عليكم ورحمه الله.